تبدل حزنها وخوفها من الحرب إلى فرحة وضحكة. انتصار المصري البالغة من العمر 7 سنوات روعها قصف عنيف في منزلها أودى بحياة مجموعة من أفراد عائلتها. تنضم اليوم إلى مجموعة من الأطفال في نشاط للفنان محمد أبو نبهان عازف الطبول المحترف الذي كرس جهده بمبادرة فردية لإخراج الأطفال من الحزن والإحباط بالموسيقى والغناء. أنا بحبش الحرب عشان صوت الصواريخ وصوت الزنانات وصوت كابتن محمد. أنا تعرفت معاه وخلاني نعيد لحنها ونقرأ ونسوي عن معاه ودرامز بقلعنا على درامز ويعرف علينا وخلينا نلعب وخلينا نغني معاه. بتول البالغة من العمر 15 عاماً تعرفت على محمد بالصدفة وتقول إن حياتها تبدلت فقد تعلمت مع أقرانها تمارين ضبط الإيقاع بعصي صنعتها بنفسها، كما تعلمت بعض الأساسيات في تتبع الرتم الإيقاعي وأصبحت الموسيقى تعني لها الكثير هي ومجموعتها. بعد ما علمنا محمد صرنا نلعب وراه وحبيت إنه أنا نفسي أشتري العصي زي اللي معاه وما قدرتش ما زي ما معاش ملي وهذا ما صرت أجيب عصي. هو حكى قلت له كيف بدي اعمل عصي زي اللي معك، وحكى لي بتجيبي عصايه مكنسه وبتقصيها على مستوى 30 قسمتنا على 30. قلت له اعمل مجموعه، حكى لي اعمل على قد المجموعه اللي فيها احنا. اول حاجه احنا كنا بدرجه الحزن تحولنا لدرجه السعاده، لانه اول ما اجى صار يلعبنا صار يرفع عنا صار ينقي اطفال انه بيجتهدوا معاه، يعني ما يفرقش بين الصغير والكبير. يعني اكثر حاجه حبينا فيه انه هو خلانا نمشي مع الموسيقى، يعني لما خلانا نمشي مع الموسيقى صار يعلمنا هيك، يعني اعملوا هيك 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 او ليفت رايت او حركات زي هيك مثلا، يعني علمنا كثير حاجات واحنا حبيناه اول ما اجى. هذا غلط ستوب. اما محمد ابو نبهان فقد وجد في علاجه للاطفال شعورا بالرضا عند تقديمه المساعده لهم. الموسيقى لغه سلام، والايقاع هو نبض حياه، يعني مستنبط من نبض القلب اساسا، يعني فالبني آدم بيمشي على رتم في حياته، فاللعب اللي بألعبه معهم هو بشتتهم من مرحلة خوف إلى مرحلة سعادة، يعني أنا صرت شريك فرح بينهم، فهذا الإشي كتير مسعدني وأنا شايف فرحة أولادي فيهم، في أولاد الناس هدول، فالحمد لله هم متعافين الآن يعني بشكل كبير، وحابب إنه الموضوع يكبر وأعمل لهم حفلة صغيرة من هلا لآخر السنة يكونوا هم أصلاً أبطال الحفلة، يكونوا على الستيج هم يعزفوا مع موسيقيين ويعملوا إيقاع بإيديهم وبالستيكس. فأنا حابب أشوفهم في هذا المكان. يستخدم محمد مع الأطفال مبدئياً أدوات بسيطة ومن بيئتهم لصناعة الرتم الإيقاعي تدريجياً وببطء لكشف الأذن الموسيقية من بينهم للوصول إلى مرحلة اللعب على الآلات الحقيقية. لن يتوقف محمد أبو نبهان عند هذا الحد في التفريغ النفسي وعلاج الأطفال، إنما تتعدى طموحاته بأن ينمي الذائقة الموسيقية لديهم لاكتشاف المواهب التي قد ترى النور على يديه. وسام ياسين، الحرة، غزة.